مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم إلى كلام مباشر على شروق نيوز. قضايا كثيرة اليوم، الجزائريون كلهم يتساءلون عن الأجور. الموعد بات معروفا، جونفي 2023. السيناريو بات معروفا، نصوص تطبيقية بعد المصادقة على قانون المالية من طرف البرلمان، ثم صب الزيادات. المستفيدون باتوا معروفين، يعني كان قطاع عمومي وقطاع خاص، وكان منحة التقاعد أيضا، وأيضا منحة البطالة. الأسئلة المثارة حول الاقتصاد الوطني ككل، هل يتحمل هذه الزيادات؟ كيف ستتم هذه الزيادات؟ ما هي السيناريوهات المطروحة على طاولة الحكومة؟ اليوم حاول وزير المالية إبراهيم جمال كسالي الإجابة عن بعض التساؤلات خلال عرضه قانون المالية. بداية الوصف، هذا أو هذه بالأحرى باللغة بالعربي الفصيح، هذه أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال. مرة أخرى، هذه أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال. هذه الميزانية فيها حوالي 13700 مليار دينار جزائري، 13700 مليار دينار جزائري. بخصوص الأجور، أعلن وزير المالية تخصيص احتياطي بقيمة 1376 مليار دينار في ميزانية 2023 لتغطية الزيادات المنتظرة في الأجور وفي منحة البطالة. هذا الكلام أو هذا الرقم جاء في تقديم الوزير كما قلت لمشروع قانون المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة لمناقشة المشروع. من بين الأرقام التي يجب أن نقف عندها توقع نسبة النمو. وزير المالية يتوقع نسبة نمو تصل إلى 4.1% في 2023. هذا القانون بماذا يتصف؟ يقول وزير المالية بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة، علاوة على تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل. مصطلحات ومفاهيم دقيقة في قانون المالية قد لا يفقهها الجميع. سوف نحاول مع الخبراء اليوم في البرنامج تخصيص حيز كبير لتفكيك كل كلمة كلمة، بند بند، رقم رقم في ميزان المالية حتى يفهم المواطن البسيط. الاعتماد أيضا من المؤشرات في قانون المالية اعتماد على سعر مرجعي للبترول 60 دولار، والحمد لله البترول رأوا في سعر جيد بالنسبة إلى الميزانية. كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل إلى 4629 مليار دينار، وهو ما يمثل 47.39% من ميزانية التسيير. فقانون المالية كما يقول البعض اجتماعي بامتياز. ما الذي يجعله اجتماعي بامتياز؟ ما هي الأرقام التي يمكن أن نقف عندها مع الخبراء؟ كل هذا سوف يكون في البرنامج، ابقوا معنا بعد الفاصل وسوف نشرح قانون المالية وتحديد الأجور، من يستفيد وكيف يستفيد بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء في كلام مباشر. كما قلت قبل الفاصل، قانون المالية فيه أرقام كثيرة. اليوم وزير المالية تحدث عن نسبة النمو، عن اعتماد 60 دولار سعر مرجعي للبترول، عن الاستثمار العمومي ودعمه، عن الأوضاع الصعبة ومع ذلك تواصل الدولة عملية الإنعاش الاقتصادي. وأهم نقطة حبسوا فيها الجزائريين كما راني دايرنا هنا بالأحمر، مخطط بالأحمر، هي الأجور التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في مخرجات مجلس الوزراء. كيف سيستفيد الجزائريون من هذه الزيادات؟ متى عرفنا، ولكن كيف ومن يستفيد؟ فسوف نفكك هذا القانون المالية مع ضيوفي. نبدأ بالأستاذ محفوظ كاوبي الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف. أستاذ كاوبي مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أستاذ قادة، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. طيب من ناحية الشكل أولا قبل ما ندخل في العمق أستاذ كاوبي، عندما يقول البعض هذه أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، رغم الوضع الاقتصادي الصعب والمعقد عالميا والذي يأتي بعد كورونا، هل هذا وضع تراه طبيعيا أم لا؟
طبيعي أقول لا، غير طبيعي، لأن زيادة بنسبة 30% للموازنة العمومية بالمقارنة بالسنة الماضية لم يكن بشيء متوقع أولا، ولما نأخذ مبادئ وقواعد الأرثوذكسية التي تعنى بتسيير الموازنة العمومية، أقول بأن الأمر لم يكن منتظر وغير عادي. أم غير عادي. الآن السلطات العمومية قررت، وهذا نهجها، بأن تكون زيادة بهذا المستوى بهذا الحجم، زيادة كبيرة يرافقها أيضا عجز مهم في الموازنة العمومية، وفي حدود 42% من مجمل إجمالي الموازنة، وهو أيضا في حدود 21% من الناتج القومي الخام. غير ذلك فإن في اعتقادي هي ميزانية اجتماعية بامتياز تراعي الظرف الاجتماعي وزيادة كبيرة للمواد والسلع وتضخم مستورد أثر على القدرة الشرائية. إذن الحكومة حاولت أن قررت أن تفضل، تعطي الأفضلية إلى محافظة على الانسجام الاجتماعي، ومرة أخرى بعد المحاولات السابقة محافظة على القدرة الشرائية للمواطن، إذ أن زيادة الموازنة، ميزانية التسيير، ميزانية زيادة كبيرة 29% تقريبا، بينما ميزانية التجهيز لم تشهد زيادة إلا في حدود 2.9%. طيب الآن إذا بدينا بنقطة الأجور، وزير المالية قال بأننا نخصص احتياطي بقيمة 1376 مليار دينار في الميزانية للتغطية على الزيادات المنتظرة في الأجور وفي منحة البطالة. أولا أستاذ كاوبي، كيف تتوقع الآن، عرفنا سوف تصدر نصوص تطبيقية بأمر من الرئيس، هذا من طرف الحكومة، المصادقة على القانون أيضا المتوقع من طرف نواب البرلمان بعد المداخلات عقب عرض الوزير. الآن ما هي سيناريوهات رفع منحة البطالة؟ أو دعنا في البداية نتحدث عن سيناريوهات صب الزيادات في الأجور، ومن المستفيد؟ لأن المواطن يسأل، القطاع العام، القطاع الخاص، كيف ستكون الزيادات؟ ما رأيك؟ مبدئيا هو القطاع العمومي الذي سيستفيد مرة أخرى من زيادة في الأجور، أن ما رصد من المفروض أن يوزع المبلغ الذي ذكرتموه، وزيادة أو رصيد 1700 مليار دينار جزائري سيوزع كزيادة في كتلة الأجور. إذن ما سيستفيد منه المواطن في جيبه، وترافقه زيادات اشتراكات في الضمان الاجتماعي وزيادات كضريبة. أمر الثاني سيصب في صندوق المعاشات كزيادات، إذن بأخذ علاوات المتقاعدين، والأمر الآخر فيسب كزيادات في منح البطالة. الآن من خلال ما هو معروض في الموازنة لا يوجد المعلومات اللازمة التي تحدد لا مبلغ الزيادات أو مستوى الزيادات ولا كيف ستصب. السيد رئيس الجمهورية كان يتكلم على أنها ستصب على مراحل ثلاثية، أو المهم هو أن زيادات القطاع العمومي هذا مضمون سيستفيد من زيادات في الأجور ابتداء من أول جانفي، وتدخل في حيز التنفيذ ممكن جدا في الثالث من الشهر، من السنة المقبلة، بأثر رجعي وزيادات في الأجور. غير ذلك القطاع العمومي علامة، القطاع الخاص علامة استفهام كبيرة. القطاع الخاص كان استفاد سيد كاوبي في المرة السابقة عندما كانت هنالك زيادة، تحديدا عندما كانت طريقة التطبيق هي رفع الضريبة عن الأجر الضعيف، أيضا إذا كان هنالك مراجعة للنقطة الاستدلالية، فالأمر سيان بالنسبة إلى القطاعين العمومي والخاص. ما رأيك؟ القطاع الخاص لم يستفيد من مراجعة النقطة الاستدلالية، إذن كان فيه القطاع العمومي أساسا الذي استفاد من ذلك. حقيقة القطاع الخاص استفاد من خلال إعادة نظر في الحد الأدنى للأجور الذي مر من 18 إلى 20 ألف دينار،
واستفاد أيضا من الإعفاء عن الضريبة على الدخل الإجمالي للدخل الأقل من 30 ألف دينار الدخل الشهري. صحيح. الآن بينما القطاع العمومي كان له الحظ بأن يستفيد من هاتين المراجعات. لا هو أنا عندما قلت النقطة الاستدلالية أستاذ كاوبي كنت أقصد بأنه عندما استفاد القطاع العمومي من هذا الإجراء كان القطاع الخاص عليه أن يعثر على آليات تتماشى أيضا مع صب الزيادات، فوفقا لمنطق القطاع الخاص تكون هنالك أيضا استفادة. الأمر ليس بهذه السهولة تبقى، لأن في القطاع الخاص هي مفاوضات ما بين الشريك الاجتماعي والمؤسسة وفق الإمكانيات المالية الموجودة التي هي موجودة في القطاع الخاص، ولما نعلم بأن الوضع ليس بأحسن ما يرام في القطاع الخاص ممكن جدا أن فيه بعض المؤسسات راجعت سلم أو النقطة الاستدلالية. صحيح. ولكن أغلب فيما أعلمه أن أغلب القطاع الخاص ومؤسسة القطاع الخاص لم تراجع النقطة أو لم تراجع سلم الرواتب. طيب الآن نسبة النمو أستاذ كاوبي، نسبة النمو يقول وزير المالية 4.1% في 2023، بل يتوقع 4.4 في 2024 ثم 4.6 في 2025، ويتحدث عن بعض القطاعات بالتحديد قطاع الفلاحة نسبة نمو 6.9% في 2023، قطاع الصناعة 8.5% في نفس السنة، قطاع البناء والأشغال العمومية 5.6. مقارنة بالسنوات السابقة كيف تنظر إلى هذه الأرقام نسبة النمو؟ مقبولة جدا ومشجعة إذا قارناها ب 2021 و20 وحتى 2019، ولكن 2019 و2021 كان فيه مشاكل واقعية سواء مرتبطة بالكوفيد سواء مرتبطة بالحالة بالوضعية السياسية التي كانت تعيشها الجزائر، والتي أدت إلى تراجع ملموس ومحسوس في نسبة النمو. الآن نحن نتمكن من استرجاع الوتيرة التي كانت موجودة من قبل، يعني في حتى 2018 و2017. الأمر الأساسي هو الإبقاء على هذه النسبة. أظن أن لجوء الخزينة لجوء الحكومة إلى ميزانية ضخمة بهذا الحجم هي المحاولة على من جهة المحافظة على التجانس الاجتماعي، ومن جهة أخرى محافظة على وتيرة نمو يمكنها على الأقل أن تحافظ على مستوى التشغيل الموجود حاليا وزيادته ب 2 أو حتى 5%. لكن الأمر مرتبط على المدى المتوسط بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية حقيقية تمس عالم المؤسسة وتمس عالم الاقتصاد الفعلي. إذن إصلاحات بنكية، إصلاحات القطاع العمومي، إعادة بعث الاستثمار وإعطاء الطمأنينة اللازمة من أجل الرجوع إلى وتيرة نمو عبر الأسواق، وتيرة نمو عبر المؤسسات التي هي الوحيدة التي يمكنها أن تخلق قيمة مضافة، أن تزيد من مداخل الخزينة العمومية في المداخل الجبائية العادية، وأيضا وخاصة أن تتمكن من خلق مناصب عمل والتقليل من المبلغ الكبير الذي يرصد من أجل أخذ بعين الاعتبار تعويضات على البطالة. صحيح. تعويضات لي متوقع يعني حتى المساهمات في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة. نقطة الاستثمار، يقول وزير المالية وقانون المالية سيد كاوبي بأنه سنة 23 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، هذا قلناه، مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، رفع منحة البطالة. وهنا النقطة، علاوة على تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان نمو شامل، يعني وكأن الدولة والحكومة ترتب الأولويات، يعني أن هنالك مواصلة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية وغيرها، في نفس الوقت
نحاول أن نعزز برنامج الاستثمار لخلق ثروة ومناصب عمل. صحيح صحيح، هذا الهدف المتوخى، لكن لما ننظر إلى الزيادة التي شهدها ميزانية التجهيز هي في حدود 2.9% فقط بالمقارنة بالسنة الماضية، بينما ميزانية التسيير هي 10 أضعاف الزيادة التي شهدها ميزانية التجهيز، والأمر الذي يبين بأن فيه أفضلية التي ذهبت إلى الرواتب وأيضا صحيح. إلى سياسة الدعم، لأن 10,000 مليار دينار جزائري لميزانية التسيير فيها 42% كما تقدمتم إلى من رواتب، وفيها أيضا حوالي 35% من دعم، أمر كبير كبير جدا، أمر الذي يبين حجم فاتورة الدعم الاجتماعي والأولوية التي تعطيها الحكومة للمحافظة على التجانس الاجتماعي. الآن كنت أتكلم سقادة على أمور مهمة، هي إذا إعادة بعث الاستثمار في القطاع العمومي إذن، ولكن الأمر الأساسي هو تحسين بعث الاستثمار في القطاع العمومي، لأن هذه السنة ندخل في برامج متعلقة بأهداف دي كونترا بروغرام، اللي مفروض أن الإدارة تعيد منطقها في الصرف وتعيد منطقها في التسيير، وفي اعتقادي أنه دون ثورة حقيقية في إعادة أساليب التسيير وأنماط التسيير وحتى بروفيلات مسؤولين التسيير، فإن النجاعة هي التي يجب أن تكون الهدف الأساسي ومردودية التسيير العمومي. في كل مرة نقف على مشاريع كثير من الأحيان تكلف كثير الخزينة العمومية، عملية التحيين من بين أكبر المشاكل التي يعيشها القطاع العمومي، ومشاكل في التنسيق ما بين القطاعات التي يسند لها تسيير القطاع العمومي، سواء في قطاع المياه أو قطاع الكهرباء أو قطاع النقل أو غيرها. الأمر مرتبط إذن بإعادة عقلنة وترشيد التسيير. الأمر الثاني، القطاع الخاص، يجب أن نعود إلى الأمر الأساسي وأكد عليه دائما، أننا تكلفة النمو عبر الخزينة العمومية كبيرة وكبيرة جدا على المجموعة الوطنية. الآن حوالي 5700 مليار دينار كعجز عمومي، يمكن جدا في حالة، وهذا ما نتمناه، حالة تراجع أسعار البترول، أن تكون فيه مشكلة كبيرة من أجل تمويل أو الحفاظ على التوازن المالي الذي هو أصلا غير في حالة صحيح على ما يرام، خصوصا أننا نتوقع أن يبقى البترول مرتفعا على الأقل 2023 حتى 2025 مع اعتماد سعر مرجعي تقديري 60 دولار. 60 دولار بمعنى أننا بالمقارنة بالسنة الماضية كان السعر المرجعي في حدود 45 دولار للبرميل الواحد، بمعنى أننا زدنا من خلال أخذ بعين الاعتبار 60 دولار كسعر مرجعي، زدنا حوالي 40% أو 42% بالمقارنة بالسعر المرجعي بالنسبة للسنة الماضية، بمعنى أن صندوق ضبط الإيرادات لن يتوفر على الأموال التي كان يتوفر عليها من قبل، والتي كانت من المفروض أن توجه إلى الاستثمار وأن تكون بمثابة ادخار بالنسبة للأجيال القادمة. إذن هذا أمر مهم، زيادة يتحملها تتحملها السلطات العمومية، وهو خيارها وهي حرة في الخيار تاعها، لكن الأمر مرتبط من أن تكون هذه الزيادة مرتقبة بعقلنا وترشيد للإنفاق حتى لا نعود إلى نفس التصرفات التي أدت في السابق. والأمر الثاني ومهم جدا، هي العودة إلى الاستثمار عن طريق المؤسسات، سواء قطاع خاص سواء قطاع عمومي، وفي هذا الإطار الإصلاحات الضرورية التي يجب أن تمس العالم الميكرو اقتصاد، إذا الاقتصاد الجزئي قمنا بمجموعة من الإصلاحات على المستوى الكلي، سواء قانون استثمار سواء مجموعة من الإجراءات التي اتخذت من قبل، ولكن الآن ينبغي أن نسرع في الوتيرة تحول الاقتصاد الذي نقولها بكل صراحة لا زال مرتبط بصفة شبه كلية بالبترول. صحيح صحيح. نعم. صحيح، يعطيك صحة أستاذ محفوظ كاوبي الخبير الاقتصادي. أستاذ كاوبي تحدث عن نسبة العجز، أكيد وزير المالية هضر على العجز الذي سيسجل في الميزانية في الخزينة،
ولكن هنالك أيضا قطاعات استفادت من الزيادات في الميزانية نتاعها بمعدل 10 أضعاف عن السابق. يعني كاين أرقام يجب الوقوف عندها وباش لا تظهر هذه الحلقة مملة بكثرة الأرقام. العدالة الاجتماعية أيضا في ميزانية الصحة والتعليم والسكن ومساعدة الصناديق المرتبطة بهذه القطاعات. مثلا اليوم كان أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي عن بداية توزيع 120 ألف وحدة سكنية من مختلف السياق عبر التراب الوطني. بالعريبي قال في تصريحات العملية تأتي لاستكمال برنامج التوزيع السنوي. كان ملاحظ أيضا تصريح لوزير السكن قال هل تسلمون السكنات وهي جاهزة بالكامل أم ناقصة ويقول المواطن الحمد لله 4 جدران وأحسن من الانتظار. فالوزير قال كان هنالك لجان تفتيش ذهبت إلى هذه السكنات وشافت باللي هذه السكنات جاهزة للتسليم وهذه لجان تفتيش في كل الولايات وبالتالي التسليم تم بناء على تقارير هذه اللجان. وقال بأنه قانون المالية بما أنه رانا نحكيه على قانون المالية 2023 تضمن برنامج إنجاز 225 ألف وحدة سكنية والهدف هو الوصول إلى 376 ألف وحدة سكنية إلى غاية الآن. فمعنا الأستاذ مراد شنايط أستاذ جامعي في الاقتصاد. دكتور شنايط مساء الخير مرحبا بك. مساء الخير. طيب يبدو بأن الحكومة تريد أن تقول لا تفريط في المكاسب الاجتماعية للدولة. هناك توزيع سكنات، هناك برنامج مقرر في قانون المالية 2023 وهناك محافظة على القدرة الشرائية بالرغم من كل ما قد يسجله البعض مثل ما كان معنا الأستاذ كاوبي قبل قليل من عجز في الخزينة وغيرها. ما رأيك أستاذ شنايط في الخطوط العريضة لهذا القانون؟ أولا من ناحية الخطوط العريضة لهذا القانون الأمر واضح أن الدولة بقت على نفس السياسة المتبعة وهي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين أو على الأقل محافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك ظاهر من خلال هذا القانون اللي هو قانون المالية، حيث أن أكدوا في ذلك من خلال المشرع أو مروره عن طريق المشرع. أولا الهيئة التنفيذية أكدت على أن بقاء الدعم الاجتماعي، ثانيا دعم من خلال السكنات الاجتماعية، ثالثا بقاء جميع الصيغ الأخرى، رابعا وهو زيادة في الأجور المرتقبة من خلال هذا القانون التي أكد عليها رئيس الجمهورية في مختلف قطاعات الوظيفة العمومي، وهذا كله يهدف إلى ماذا؟ الحفاظ على القدرة الشرائية ثم تحسينها إن أمكن. كل هذا يتوافق مع بطبيعة الحال إيرادات يجب أن تكون إيرادات تغطي هذه النفقات من أجل أن عجز الميزانية لا يكون عجز يؤثر على الاقتصاد أو أنه كذلك يغطي العجوز السابقة. نتمنى فقط أن إيرادات الدولة من البترول والغاز ومختلف الصادرات تقدر أنها تغطي هذه النفقات بالتنبؤ، ولن أن لا يكون هناك انخفاض في أسعار البترول انخفاض حاد، لأن هذا الانخفاض سوف يؤثر على برنامج الحكومة للسنة القادمة. هو مبني على أساس أنه لن يكون هنالك أي صدمة نفطية في السوق العالمي. 60 دولار سعر مرجعي في 2023-2025 ومعدل نمو عند 4% هذا السنة أو السنة المقبلة، يعني هنالك حسابات على هذا الأساس. في نقطة تفضل دكتور شنايط، تريد أن تعلق على هذه النقطة. السوق النفطية دائما سوق مضطربة متقلبة، صحيح متقلبة، يقدر يكون أي حدث ليس له علاقة نهائيا بالأمور التجارية والأمور الاقتصادية، حدث سياسي يقدر يرفع في الأسعار يقدر يخفض في الأسعار، وبالتالي الأمر يعني أمر غير متحكم فيه، ولكن التوقعات والاستشراف بطبيعة الحال مبني على فرضيات. السعر هو سعر يعني لحد الآن سعر مقبول في التقديرات، نتمنى فقط أننا نتوفق في ذلك. طيب كاين نقطة أريد أن أشارك يعني تشاركنا في الإجابة عليها أستاذ شنايط، هي الأجور. يعني حكينا بزاف على الأجور كيف سيستفيد العمال،
هل صحيح القطاع العمومي هم فقط الذين سيستفيدون أم القطاع الخاص؟ ما هي الإجراءات الممكن أن تتخذها الدولة لصالح القطاع الخاص؟ حقيقة إذا كان هناك إجراءات هو إجراءات في التخفيضات الضريبية. إحنا القانون الآن لاحظوه ونشوفه. تخفيضات ضريبية لمن؟ لمن؟ للشركات. للشركات يجب أن تكون هناك تخفيضات السيدات للشركات الناشئة، للشركات المتوسطة، للشركات الصغيرة، حتى للشركات الكبرى، لأن هذه التخفيضات تساعد من نقلة في وكلاء اقتصادي وتساعد في تطوير هذا الاقتصاد. ثم بعد ذلك هناك كذلك المساهمة بالطلب لهذه المؤسسات برفع الأجور حتى تكون هناك هذه التكلفة الزائدة لا تؤثر على المركز المالي لهذه المؤسسات. ولكن في نفس الوقت الوظائف العمومي يعاني كذلك من ضعف الأجور، ضعف كبير كبير، وهذا الضعف يجب أن يكون هناك عبارة عن زيادات معتبرة للقطاع الوظيفي العمومي حتى لا يكون هناك فرق ما بين القطاع الاقتصادي وقطاع الوظيفي العمومي. أنا لا داعي لذكر أمثلة، ولكن أمثلة موجودة يعرفها كل المواطنين ويعرفها كل طرف الحكومة، أنها هناك فرق كبير ما بين ما يتم دفعه في القطاع الاقتصادي لنفس الشهادة ما بين القطاع الاقتصادي والقطاع الوظيفي العمومي. وبالتالي من الضروري إذا كان أردنا أن تكون إدارة قوية، إذا أردنا محاربة البيروقراطية داخل الإدارة، إذا أردنا تحسين الإدارة من أجل ماذا؟ تحسين الاقتصاد، لأن الإدارة هي نحن نشكو أن الإدارة بيروقراطية، نشكو أن الإدارة لا تقوم بتسهيلات للمستثمرين، أن الإدارة أن الإدارة، ولكن في نفس الوقت لا نعرف وأننا نتجاهل أن أعوان هذه الإدارة أعوان بسطاء، أعوان لا يتم منحهم إلا أموال قليلة مقابل مجهودات مضاعفة لا بما هي نوعية الخدمات لا علاقة لها بما يحصل من أجر. يعني صحيح أن الوضع حقيقة يعني لا نبرر البيروقراطية. أنا عارف قصدك. نحن لا نبرر البيروقراطية، ولكن في نفس الوقت هناك عوامل. صحيح. عوامل تؤثر ب 10% ب 5% ب 8%. نجمع كل هذه العوامل، ماذا احنا في نقطة الأجور، ماذا هي أذن عامل من بين العوامل، ليس هي العامل الأساسي ولكن عامل من بين العوامل اللي تسبب ماذا؟ تسبب مشاكل في الإدارات العمومية. احنا الهدف تاعنا هو تحسين هذه الإدارة العمومية. ومن أجل تحسين هذه الإدارة العمومية، أولا يجب أن يكون هذا الموظف يتلقى الراتب الذي يستطيع به أن يتحقق في القضاء ويحاسب. صحيح أستاذ شرايط، وصلت هذه الفكرة في دقيقة لو تكرمت. البلد يعتمد على البترول، هنالك اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة حسب الأخبار اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نحاول أن نخرج من هذا الارتباط بالسوق النفطية، ومع ذلك السعر المرجعي للبترول كان عقلانيا 60 دولار. يبدو أيضا يجب التركيز على تنويع مصادر الدخل. سوناتراك جابت 50 مليار دولار مع نهاية السنة، حاجة مليحة، ولكن ماذا عن بقية تنويع الصادرات وأيضا نسبة نمو الصناعة والفلاحة وغيرها، أليس كذلك؟ بطبيعة الحال تنويع الصادرات مبنية على إنشاء اقتصاد قوي، إنشاء اقتصاد قوي مبنية على تحسين قطاعات أخرى، ما عدا قطاع المحروقات، قطاع الزراعي، قطاع الصناعي، القطاع السياحي، كل هذه القطاعات الآن ما زلنا نتكلم على محاولة إقلاع في هذه القطاعات. يجب أن نبدأ في هذا الإقلاع، يجب تسهيلات للمستثمرين، يجب أننا نساهم ماذا بإحداث رتبة في هذا المجال، لأننا يجب أن يعرف الجميع أن البترول حاليا أو مستقبلا سوف يكون هناك نقص في هذه المادة، وحتى إمكانية التصدير سوف تتناقص يوما بعد يوم. المهم أننا تكون عندنا بدائل في الوقت المناسب، والبديل الأساسي للجزائر هو القطاع الفلاحي، هو القطاع الصناعي، هو القطاع السياحي. حتى لو أننا لا نقوم بتصدير في القطاع الزراعي مثلا، على الأقل نقوم باكتفاء ذاتي. الاكتفاء الذاتي يؤدي إلى تقليص فاتورات الاستيراد،
وبالتالي نقدر نقوم بصرف أموال الأمور الصعبة في مجالات أخرى. يعني ليس فقط أننا نريد التصدير، حتى أننا نقوم بالاكتفاء الذاتي، هذه خطوة جيدة جدا. صحيح. أننا نحقق الأمن الغذائي. الأمن الغذائي شيء ضروري وضروري لأي بلد يريد أن تكون له سيادة وتكون له وأن يكون له قوة إقليمية. يعطيك الصحة أستاذ مراد شنايط أستاذ الجامعي في الاقتصاد، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة. فاصل قصير ونعود إلى كلام مباشر، ابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء. مرحبا بكم مجددا في كلام مباشر. اليوم انطلقت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، تستمر لمدة يومين، تهدف حسب يعني ما هو مقرر إلى ترقية أداء المجتمع المدني وتفعيل دوره في بناء الجزائر الجديدة من خلال تكريس مبادئ المواطنة الفاعلة. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي قال بأنه يجب أن نجسد تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بإرساء مجتمع حر ونزيه، والمجتمع المدني يجب أن يكون مرافقا ومقيما للسياسة العمومية. أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول هو الذي افتتح هذه الجلسات وقال بأنه لا يمكن حل الجمعيات إلا بقرار قضائي، ولكن كل من اشترك في هذه الجلسات يقرون ويعترفون بعد وصول تقارير لجان ولائية، وهذه المرة ستكون تقييم وطني، على أنه هنالك اختلالات تعيق فعالية المجتمع المدني، ويجب تكريس الديمقراطية التشاركية، والبداية تكون بتشخيص واقع المجتمع المدني. للحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذ الدكتور دريس ربوح، وهو ناشط جمعوي وحاضر في هذه الجلسات عبر خدمة سكايب. دكتور ربوح مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور وتحياتك لمشاهدي الشرق نيوز. ومعنا عبر الهاتف الدكتور رضوان بوهيدل الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ بوهيدل مساء الخير. مساء الخير أخي قادة والضيفك الكريم، وهنيئا على شكل البرنامج الجديد. لا هو لا شكل جديد لا ولو، أنا فقط مقيم مؤقتا هنا في استديو الأخبار. شكرا لك دكتور بوهيدل. شكرا. طيب أستاذ ربوح، السؤال الأول الكلام عن ضرورة أن يكون المجتمع المدني مرافقا ومقيما للسياسة العمومية، إلى أي مدى تحقق هذا الأمر واقعيا من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في بداية الطريق فقط، لا نقول أن تحقق واقعيا، نحن في بداية الطريق، لأن الإرادة السياسية الجديدة والتزامات الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون بإشراك المجتمع المدني في القرار العمومي قائم، والإرادة السياسية متوفرة، والمنظومة التي تؤطر العمل الجمعوي قامت وتأسست وتهيكلت في المرصد الوطني للمجتمع المدني، وكذلك شركاء من المرصد الوطني من مختلف الجمعيات داخل الوطن وخارجه في البلديات والولايات وفي الجالية الوطنية. إذن نحن في بداية الطريق، هذه الندوات الولائية وثم الندوة الوطنية، الندوة الوطنية للمجتمع ممثلي البلديات والولايات والجالية الوطنية في أول تجمع للمجتمع المدني تهدف إلى تطبيق وإنزال هذه الأمور وهذه التوجهات إلى الواقع. إذن هناك تشخيص للواقع، هناك طرح للمشاكل، هناك طرح للرؤى والحلول. إذن نحن في بداية الطريق، ولا يمكن أن نقول نحن بدأنا. طيب عندما نقول دكتور ربو، عندما نقول تشخيص الواقع، هل يحتاج المجتمع المدني إلى تشخيص واقعه؟ ألا يعلم معظم من يعمل في هذا المجال ومن لا يعملون لا ينشطون يعرفون واقعه منذ فترة طويلة، ما رأيك؟ لا، لأنه لما اجتمعنا بهذا العدد الكبير وفي هذا المؤتمر الكبير اجتمعنا، هناك وجهات نظر مختلفة، لابد من توحيد الرؤى وتوحيد التشخيص، لأنه البعض يحصر المشكل في التمويل، البعض يحصر المشكل في عدم استقبال من طرف المسؤولين، البعض يحصره في أشكال مختلفة. المجتمع المدني لابد أن يوحد أرضيته التي تقدم إلى السلطات العمومية، وبالتالي توحيدها، وبالتالي لا يعني أن وجهة نظر معين على مستوى بلدية أو ولاية أو في الجالية هي نفسها،
لأن هذا الواقع متباين بين منطقة وأخرى، بين ولاية وأخرى، بين الداخل وبين الخارج، وبالتالي لابد جاءت هذه الندوة لتؤطر ذلك ولتضع الخطوط الكبرى لهذا التشخيص، ثم الحلول، ثم خط العمل وخط التحرك، بحيث لاحظنا أنه حتى في كلمة رئيس المرصد الوطني ركز على بأن هناك عوائق ووضع الأصبع على الجرح وقال ما يعيق تقدم العمل المجتمع المدني وعدم تجاوب كثير من الإدارات وكثير من الدوائر مع التحول الجديد. وكذلك الوزير الأول الذي أكد بأنه الحكومة ستكون حريصة على التفاعل مع مطالب المجتمع المدني وحركيته. إذن هناك بدايات طريق في قل دائما بدايات في تشخيص المجتمع. هذه الندوة ستخرج بتوصيات مهمة على مستوى التشخيص وعلى مستوى طرح الرؤى والحلول وطريقة العمل في المرحلة القادمة. وكذلك يراجع من يراجع نفسه بأنه المشكل ليس فقط في مشكلته الخاصة في موعد مع المسؤول أو في مشكلة في تمويل لجمعيته، أو من المشكل هو في المشاكل في التكفل بقضايا المجتمع. وكذلك على هذا المستوى المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات، وتعلم الحكومة والوزراء والدوائر الوزارية والمسؤولين أن المرحلة جديدة ولا بد أن يتعاونوا ويتفاعلوا مع صحيح. المجتمع المدني. وبالتالي يمكن أن نقول أننا بدأنا نجسد التزامات رئيس الجمهورية. ممتاز. في ممتاز. طيب دكتور رضوان بويد عبر الهاتف يقول الأستاذ دريس ربوح أن أهم معوقات أداء المجتمع المدني تتمثل في عدم استجابة كثير من الإدارات، وهذا الأمر تم مكاشفة الحكومة به. هل تعتقد فعلا أن ما يمنع المجتمع المدني من أداء دوره هو فقط البيروقراطية الإدارية؟ لا، دعني أقول شيء آخر. ربما أكيد هناك موانع وعراقيل لتطوير أداء المجتمع المدني على أسس صحيحة، وهو العودة إلى الوظيفة الحقيقية للمجتمع المدني كبداية، والخروج من عدد من الوظائف التي شاهدناها خلال السنوات الماضية. أقول أتحدث عن 10 سنوات حتى 20 سنة، المجتمع المدني تحول إلى شبه أحزاب سياسية، وهذا أمر خاطئ. الحزب السياسي شيء له دور وظيفة معينة، والمجتمع المدني بطبيعته الطوعية والتطوعية له نشاط آخر، حتى لا تتصادم الصلاحيات ما بين هذه الهيئات وحتى الهيئات الرسمية سواء الوزارات. يعني ترى بأن كثير من الجمعيات لا يفرقون بين العمل الجمعوي والنشاط السياسي؟ لا أكيد، هذه شفناها، هذا واقع مع الأسف نقولها. ما يحدث اليوم هذه اللقاءات، أعتقد أنه على الأقل منذ تأسيس المرصد، يعني مؤسسة المجتمع المدني في مرصد وطني في شكل هيئة استشارية، وظيفته هي إعادة الدور الحقيقي للمجتمع المدني الذي يجب أن يكون أيضا ذو استقلالية كما من شروط تأسيس مجتمع مدني، الاستقلالية والتطوعية. هل كل الشروط المتعارف عليها في العالم، لأنه مفهوم مستورد، حتى نتفق أخي قادة أنه المفهوم مستورد للمنطقة العربية لإفريقيا، لكن يتم تطبيقه بطريقة أو بأخرى يعني بشكل خاطئ. ممتاز. ما من طرف يعني ولكن من هذه الجمعيات صحيح. في حد ذاتها يعني. ولكن دكتور رضوان نعم. دكتور رضوان، لا يجب أن، إذا فهمت أنا من كلام الأستاذ ربوح، لا يجب أن نبقى حبيسي الماضي. هذه بداية طريق جديد ومعالم لدولة جديدة، ونريد أن نبدأ من تشخيص الواقع الذي تم منذ تأسيس هذا المرصد الوطني للمجتمع المدني. صحيح. لا أنا أتفق معك وأتفق مع الأستاذ ربوح، لكن الوقت يداهمنا، ونحن في مرحلة البحث عن الحلول بدل التشخيص. أعتقد أنه كان لدى الجميع الوقت الكافي للتشخيص أين مراكز الضعف لدى هذه الجمعيات والفيدراليات والكونفدراليات والنقابات، يعني كل ما يضم ما يسمى بالمجتمع المدني، وتقديم حصيلة كمواطن أو كم
كمتابع أبحث عن حصيلة لهذه الجمعيات وهذه المنظمات، ماذا قدمت للمواطن حتى يتم الغربلة ويبقى إلا الأصح والصحيح، ممتاز. حتى نحقق كما تفضلت أخي قادة دولة جديدة وجزائر جديدة. صحيح. طيب الآن أستاذ دريس ربوح يقول أستاذ بوهيدل يجب استغلال الوقت وهذه الجلسات لغربلة من ينفع ومن يستنفع لفائدته الشخصية، ثم لا يجب رمي كل التهم على الإدارة بأنها لا تستقبل، خصوصا أن هذه الإدارة تقول بأن الجمعيات لا تدق الأبواب إلا بحثا عن التمويل وعن الأموال، وبالتالي لا يجوز الحكم على الإدارة بأنها تغلق الباب. ما رأيك؟ بقدر ما كانت هذه الندوة اليوم هي مصارحة ومكاشفة بين الحكومة والمجتمع المدني، بقدر ما كانت مصارحة ومكاشفة بين مكونات المجتمع المدني، بحيث أننا سمعنا كلام يعني بعض الإخوة رؤساء جمعيات غريب، يعني حتى البعض طالب بحصانة وحصانة كالمجلس الشعبي الوطني، النواب المجلس الشعبي الوطني، طالب بأمور استغربناها واستغربها الكثير، فكانت المكاشفة والمصارعة. بمعنى لابد أن نعرف حقيقة مجتمعنا المدني أولا، مما يتكون ومن تركيبته. وقد أشار الأستاذ بوهيدل للنقطة مهمة، لأنه هو تبعات المرحلة السابقة 10 سنوات 20 سنة وربما أكثر، عندما كان مجتمعا مفيدا ولا مستفيدا وليس مجتمعا مفيدا، كان مجتمع مستفيدا وتم تطبيعه وإدخاله، وحتى مصطلح مجتمع المدني لم يكن ذلك مطروح، كانت اسم الحركة الجمعوية عندما كانت توظف لأغراض سياسية وانتخابية وغيرها. نحن الآن ننتقل إلى مرحلة المجتمع المدني الذي يريد أن يؤطر نفسه وينظم نفسه ويكون شريك أساسي للسلطات العمومية. الإرادة السياسية كما قلنا واضحة ووصلت إلى حد دسارة المجتمع المدني وتأسيس هذه الهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، هذا مكسب للدولة الجزائرية ولنظرات كل من ساهم في هذا المسار الطويل بعد التعددية في قبل التعددية 87. صحيح دكتور ربوح، لفت انتباهي أنك قلت أن البعض طالب بحصانة، حتى وإن قلنا يعني استبعدنا وصف الحصانة، قلنا ربما ينطلقون من فكرة أنهم يطالبون بحماية. استمعنا إلى الوزير الأول قال لا حل للجمعيات إلا بقرار قضائي، ولكن قد يخشى البعض خصوصا في الولايات الداخلية في الجزائر العميقة أن يكون هنالك تغول على هؤلاء الناشطين الجمعويين، وبالتالي هم يبحثون عن هذه الحماية. ما رأيك؟ أولا الجمعية هو مسار نضالي تطوعي، لا يمكن أنت كل المكاسب الديمقراطية وكل المكاسب التي افتكها المجتمع المدني الجزائري والجمعية الجزائرية جاءت عبر نضالات، بل هو سابق للحياة السياسية وسابق لتأسيس الأحزاب. نعرف أن في 87 بدأت الجمعية الجزائرية تشتغل، وقبل ذلك الثمانينات عندما أنشئت بعض روابط حقوق الإنسان، إذن هو كان نظاما متواصلا ومتراكما أفرز هذا النجاح وهذا المكسب الديمقراطي الذي جسده والذي كان من ثمرة الحراك الشعبي، بحيث أن نحن نتكلم على دستور الحراك الشعبي وهو دستور نوفمبر 2020 الذي جاء بهذا المرصد. البعض ما زال يعتقد أن القرب من السلطة والقرب من المؤسسات ولا الجلوس في منتدى تشرف على مؤسسات الدولة ومن رئاسة الجمهورية هو جلوس من أجل الريع، جلوس من أجل الحصانة، هذا غير مقبول تماما، وإنما هو تأطير فقط لجهود المجتمع المدني، وتكون الرسالة واضحة ومنظمة تصل المعنيين، ليس فقط الحكومة بل الولاة والسفراء والقراصلة وكل من يعنيهم الأمر بالتعامل مع الجمعية، لأنه نحن نعاني مشكلة تراكم أو عدم تجربة أو عدم وجود رصيد في المعاملة بين مؤسسات الدولة وممثليها ومع المجتمع المدني. نحن نريد أن ندفع بالأمور للتقارب والتعاون بطريقة طوعية وتطوعية، وهو وبناء على الخبرات والرصيد والرصيد الذي تكون. دكتور بوهيد، عندما نقول أن الجمعيات مطالبة أو عندما نحملها أكثر مما تحتمل ونتهمها بممارسة أدوار لا تدخل في دورها الأساسي، ألا يعد هذا تحاملا؟ هل تمتلك هذه الجمعيات أصلا الآليات لمحاربة الفساد أو مجابهة البيروقراطية؟
شوف أخي قادة ودكتور ربوح وكل مشاهدين، أنا عندي رأيي في هذا النقطة، أنه الجمعية ليست إجبارية ولا واحد أجبر هؤلاء الأشخاص على إنشاء الجمعية، فهو أمر تطوعي نضالي نضالي أكيد أكيد. يعني وضعت الكلمة المناسبة، يعني هو عمل نضالي بشكل تطوعي، يعني لا يحتاج أصلا إلى دق أبواب السلطة سواء الحكومة والإدارات إلى آخره. ولو توقفت الإعانات، خلينا نقولها بصراحة، لو توقفت الإعانات المقدمة إلى الجمعيات لا ثم لحلت نفسها بنفسها، ولن يبقى إلا الجمعيات الحقيقية التي لا تهدف إلى خدمة المجتمع، لأنه هذا هو الأساس، خدمة المجتمع من خلال رؤى، من خلال أهداف، من خلال استراتيجيات ما بين أعضاء الجمعية، دون اللجوء إلى البحث عن حصانات إلى آخره، وهذه الطرق والبريستيج إلى آخره. لا أعتقد أن الجمعية شيء آخر، وهو يجب إعادة فقط تصحيح لدى البعض. نحن في الاتجاه الصحيح، لا ننكر ذلك ويجب تثمين ذلك، ننا في الاتجاه الصحيح، لكن مع ذلك هناك بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها لأنه صحيح. لأنه طيب، هل تتوقع هذه الجلسات أن تكون فيها نسبة المكاشفة كبيرة إلى غاية الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها؟ لا، هذا هو الهدف منها، حتى لا تكون جلسة كلاسيكية تقليدية بروتوكولية في مجرد يعني حفلة. نبحث عن جلسة للتقييم، لإعطاء حاصلة لهذه الجمعيات. والحديث أخي قادة لو سمحت على نقطة جد مهمة، وهي إعادة النظر في قانون الجمعيات. صحيح. لأنه اليوم يجب تحيين هذا القانون، لأنه أصبح قانون قديم مثله مثل قانون العضوي الإعلام إلى آخره. اليوم يجب إعادة النظر في هذا القانون في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الظرف الحالي. ممتاز. مع المرصد. طيب. مع طبيعة المجتمع المدني في الجزائر. صحيح. أستاذ ربوح، بصورة سريعة لو تكرمت، ما هي أهم المطالب ربما التي كانت واضحة اليوم واتفق عليها الجميع، وهل نرتقب بيانا أو تقريرا سوف طبعا يقدمه المرصد لرئيس الجمهورية أن يكون شافيا ووافيا وكافيا من وجهة نظرك؟ أكيد سيكون هناك تقرير، لكن فقط هذا اليوم الأول، وكان عبارة عن بعد الجلسة الافتتاحية لكان عبارة عن ورشات من الصباح للمساء، وبالتالي فقط لم ينهي أن تنهي الندوة أشغالها. أنا شاركت في ندوة الديمقراطية التشاركية وأكدنا على أهمية إحداث آليات للتشاور، وركزنا باعتبار أن جئنا من الجالية على آلية إيجاد آلية للتشاور والعمل المشترك بين المؤسسات الدبلوماسية جميع المستويات التي نقصد بها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ووزارة الخارجية وحتى مستشاري الرئيس المكلفين بالشأن الخارجي. إذا بين هذه أهم المقترحات هو إيجاد آلية دائمة وليس متوقفة عن ندوة أو نشاط أو زيارة رئيس إلى دولة والتقائه بالجالية. لابد أن ننتقل إلى مرحلة والسرعة الموالية. السرعة الأولى استلفت أغراضها من حوار ومن الاحتكاك ومن سماع الآراء. لابد الآن نمر الخطوة إلى الأولى، هل هي مراجعة قانون الجمعيات مثل ما قال الأستاذ بويدل؟ نعم نعم، أكيد في ورشة ثانية، لأنه هناك ورشة ثانية خاصة بترقية العمل الجمعوي، أكيد تم التطرق إلى هذه النقطة. هناك ربع ورشات في هذه الندوة، وبالتالي كانت متنوعة. سيتم صياغة هذه التوصيات ما قامت به الورشات، وللعلم بأن هناك ورشات ولائية، هناك زبدة لعمل سيتم جمعه على مستوى الندوات الولاية وتم تقديمه في الورشات الأربع، ثم بعد ذلك عندما تنهي الورشات يتم الصياغة النهائية. وأعتقد أن، وهذا ما لمسناه جميعا، وهناك جدية كبيرة منذ البداية في تناول القضايا المهمة والابتعاد على الأحاديث التي لا تفيد المجتمع المدني ولا تفيد تطور النضال الجمعوي الذي يريد أن يرتقي بتكريس دور المرصد الوطني للمجتمع المدني وإحداث آليات على مستوى الولايات وعلى مستوى السفارات والقنصليات ووزارة الخارجية. بمعنى نتحدث على كل شركاء
الشركاء الأساسيين للمجتمع المدني سواء داخل الوطن وخارج الوطن، وبالتالي تشتغل بصفة دائمة ولا صحيح. تكتفي كما بالزيارات واللقاءات أو المناسباتية. لابد المجتمع المدني أن يكون حاضرا في القرار، قرارات السلطات العمومية جاء على جميع المجتمع. والموضوع مفتوح للمتابعة. شكرا لك دكتور دريس ربوح، النشط الجمعوي الذي حضر الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي بدأت اليوم. وشكرا أيضا للدكتور رضوان بوهيدل الذي كان معنا عبر الهاتف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لكما. أنهي بخبر قضت المحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيد محمد اليوم. لا هذا تاع سيد السعيد، ولكن الخبر الجديد هي نفس المحكمة، محكمة القطب الجزائي والقضائي الاقتصادي والمالي في سيد محمد قضت اليوم أو أدانت المدير السابق لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور بعقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار. وأصدرت المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد زوجة ولد قدور مع إدانة ابنه المتواجد في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه. وأدين أيضا إطار سابق بالمجمع، مجمع سوناطراك ألف ألف، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 3 سنوات ضد إطار أيضا آخر سابق ومكلف أيضا بمتابعة المشروع، علما بأن القضية التي عرفت بقضية المصفات هي مصفات نفط في إيطاليا هي التي كانت سببا في محاكمة ولد قدور وباقي المتهمين بإبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ وتعارض المصالح، بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة. كان ملاحظ أن ولد قدور قال للقاضي هل تعرفني، أنا شخصية درست في أمريكا، درست في هارفارد، درست في، والقاضي قال له نعرف مسارك، السي في تاعك غير مطروح الآن، المطروح هو كيف ذهبت إلى صفقة أوغستا بدون أن تنظر في اللوائح والقوانين. فعقوبة 15 سنة حبسا لولد قدور. اليوم الصحافة أيضا تحدثت عن عقوبة في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي أدين ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. أيضا أبناء عبد المجيد سيدي السعيد أدينوا، أحد الأبناء 3 سنوات، الثاني 5 سنوات، والثالث الموجود في حالة فرار أدين أيضا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه ب 12 سنة حبسا. وكان أيضا ملاحظ أن عبد المجيد سيدي السعيد الكلمة الوحيدة، طبعا عبد المجيد سيدي السعيد يعاني من أمراض وطالبت هيئة دفاعه بتأجيل المحاكمة ولكنها تمت وصدر الحكم 10 سنوات، وكانت الكلمة التي رددها حسب كل من حضر المحكمة خاطيني خاطيني عبد المجيد سيدي السعيد.